واش تعرف كيف باب الحاله المدنيه الشمس. السلام عليكم. معكم علي سليك من مدينه مكناس ويسلان. جزاكم الله بخير. احنا يعني جات المساعده يعني للمحتاجين والمعاقين والفقراء بصفه عامه. وهذه دابا سيمانه وحنا حاصرين هنا 24 ساعه على 24 ساعه، ما عيدناش، ما جلسناش في خطورنا ليلا ونهارا الى يومنا هذا. النهار الثاني عيد ووعدونا باش نجيو النهار الثاني عيد، ما كاين حتى حاجه. وعدونا البارح ما كاين حتى شي حاجه. المهم كنطلبوا من الناس المسؤولين، وهذا الميساج كيتبلغ لسيدنا الله ينصرو، باش يتدخل ويتبحث في هاد المسؤولين ديال المغرب الشفاره بالعربيه الشفاره، المسؤولين اللي كياكلوا حق المسكين وكياكلوا حق الفقير. كنطلبوا من سيدنا ومن الناس المعنيين بالامر المسؤولين الكبار يديروا البحث ويتدخلوا ويشوفوا هاد الناس مسؤولين على هاد الميزانيات، والناس مسؤولين على هاد المساعدات. يتدخلوا ويديروا البحث الميزانيه والمساعده فين كتمشي. واش الميزانيه كتمشي كتجي الميزانيه كتجي ل 4 المليون ديال الناس، هما كيسقوا كيستافدوا بها 4 الناس، هما اللي كيستافدوا بداك الميزانيه وكيستافدوا بداك المساعدات ديال المعاق وديال المسكين وديال المحتاجين. قال بك هذا الميساج كنبلغوه لسيدنا وكنبلغوه للناس المسؤولين الكبار، يشوفوا هذه المبادره وهذه المساعده اللي جات من المحسنين ومن هذاك ما سميتو من المبادره ومن الناس المحسنين، فين مشات وفين تلفت. دابا كنطلبوا الله وكنطلبوا سيدنا وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. انا واحد السلام عليكم، انا المحجوب كنسكن بوزين سيما. هاد الناس كيهضروا على المبادره الوطنيه، انا راسيهم، انا تا انا منهم، تا انا من هاد الناس الضعفاء. هاد الناس راه كيتلعبوا بالمواطنين، ديما كيتلعبوا بالمواطنين. هادي راه ظروف ديال 10 ايام باش جات هاد الامانه هادي، وجات من برا، ما كايناش هنا. وهاد الناس كلهم نهار الاول قالوا لهم جيبوا فوتوكوبي وديروا فيه النمره ديالكم، جابوا الناس اللي فوتوكوبي جمعوا شي 5000. واش دايرين هاد الناس اللي يدعموا الفوتوكوبي 5000؟ راه ب 5000 درهم عباد الله. هاد الناس هادو راهم هبوا، هاد عباد الناس راه كتنعسب ولادها بالليل وبالنهار. الناس ما معيداش، الناس هي باقا مهجوره، باقا كلشي دالع. الناس هي مساكن جلسوا هنا صبروا تاعيه وما خلاو، ما داروا كيتجوم. وعطاونا وعود نهائيه هو هاد اليوم ديال الثلاث قبل العيد بنهار، وقالوا لنا جيبوا معكم الحاله المدنيه، لان قلنا له راميد، قال لك راميد راه كلشي دايرنو. قال لك لوزين راه فيه ناس اثرياء، ناس اثرياء دايرين في لوزين هنايا، دايرين قال لك راميد، ناس مليار داير في لوزين. وهذا الشيء كنبغي نبلغوا للحكومه والناس المسؤولين والمعنيين بالامر. وشكرا اللي كيسمع، شكرا 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 شكرا. وعاش الملك، وعاش سيدنا. وحنا ما كنطالبوا والو، كنطالبوا دوك الفوتوكوبي اللي شدوا من عندنا، اشنو داروا بهم اللي غيردوه منا؟ فوتوكوبي راه كيبقى فوتوكوبي، راه غيتعاودوا يداروا فوتوكوبي 10 ويدفعوا الناس اللي دايرين الخير، الناس فاعلين الخير. وانا زويلق قال محجوب اللي كنهضر معكم، والسلام عليكم. اخويا وتنشكركم انتوما كصحافه، اللي جينا لعندكم حتى المقر وبغيتوا توصلوا الصوت ديالنا للراي العام. والله يجازيكم بخير، والله يعلي دار خويا. هاد الناس راه جاوا لعندنا وبغاو يتحاوروا معنا وعطاونا وعد، قالوا لنا نهار ثاني عيد غادي نجيو لعندكم وتجيبوا الحاله المدنيه. وحنا جبنا الحاله المدنيه وكلشي جاب الحاله المدنيه، وعاوتاني جاوا بالطوموبيل وحلوا الكراج وداو واحد الكرتونه فيها لا كارت، وقالوا لنا اللي عنده لي كارت ديالو يجي يدير. صافي سالينا من التفراق، كلشي تفرق. ايوا هاد الناس تيتشلاو علينا، تيكذبوا علينا، وديك شويه حنا بقى فينا الحال، داك الكرامه ديالنا اللي تحطمات، وضحكوا علينا ونصبوا علينا. هاد الناس حنا بغينا المسؤولين يدخلوا في هاد القضيه، يشوفوا هاد المساعدات شكون اللي نهبها. واش المساعدات جات لويسلان وهي كتفرق فاكولاي؟ فرقوا لواحد الناس قليل باش يبينوا بانهم فرقوا. وهاد المساعدات لويسلان باش تفرق للفقراء، الفقراء جات من تركيا باش تفرق للفقراء ديال ويسلان. وهاد الناس ما لا اله الا الله محمد رسول الله، وعدونا وقال لك سيروا نهار ثاني عيد غادي تجيو نعطيكم وجيبوا الحاله المدنيه. وحنا جبنا الحاله المدنيه
وضحكوا علينا وبداو تيغوتوا لنا في التليفون اجيو تديو لي فوتوكوبي د لاكارت. حنا ما بغيناش لي فوتوكوبي د لاكارت، خصنا المساعدات، المساعدات اللي باغي نستافدوا منها اللي نهبوها. دابا تنطلبوا من السلطات، وعاش الملك محمد السادس، عاش الملك محمد يدخل في هذه القضيه. هذه راه قضيه، هذه راه قضيه راعي العام، هذه قضيه راعي العام. سيدنا يدخل والمسؤولين الكبار يدخلوا في هذه القضيه ويشوفوا هذه المساعدات شكون اللي نهبها. وعاش الملك محمد السادس، وتنطلبوا من سيدنا يدخل في هذه القضيه. هذه راه قضيه راعي العام، هذا راه نصب واحتيال في مدينه ويسلان. دابا تنطلبوا السلطات يتدخلوا، وسيدنا وعاش الملك، وعاش الملك. وكنت نعرف انا هذا ولد الحاجه تيقول لنا السوارد تكرت، السوارد تكرت وما عندي ليله العيد الكبير. حنا 40 واحد هنا بالليل، انا ثلاث ايام وانا كلبت، ثلاث ايام وانا كلبت في الزناقي هنا، تم الطحين خويتو بظهري انا وما تستافد حتى شي حاجه. دار معنا نهار ثاني عيد قال لك الا تزرعتو تاويتو نفرق عليكم شي حاجه ما شفناها. ولا هاد المدانيه اللي جايبين والصلاه على النبي. فقراء ساكنين في لوزين السيمه، حنا ما بغينا منهم والو، سمعنا من المحسنين اجيو تديو صدقه. هذه سبع ايام وما كان والو، تجي مرتي كنجي انا بالنوبه حاضرين عساسي نهار وليله، نبات انا تبات مرتي. سمحنا في شغلنا، سمحنا في العيد، العيد دابا اليوم يمكن غيمشي يمرض، حنا مازالين شادين النوبه على ياش على والو. حنا مراضين، حنا فقراء، انا عندي 8 في الحاله المدنيه مسجلين، فقير ما خدامش ومريض وما عنديش صحه، ومازال لاعبين علينا وربي العالمين شاهد علينا. الله يحسن عاون في هادو اللي تيجيو مقابلين هاد البيبان ديال عباد الله. صدعين انا عباد الله، وهاد السيد راه راقد وما نعرف. الله يحسن عاون، السلام عليكم. من نهار الاربعاء سيدي وحنا هنايا، الله يعزكم اخوتي والله يعز الملك. حنا كنباتو هنا ما عندنا حتى شي حاجه، عن بين الله ولا غير ولي انا براسي مريض، عندي السيات ما عندي لا با يخدم عليا لا راجلي ميت لا حتى شي حاجه ما عندنا. الله يعزكم، الله يسر الملك، الله يرحم الوالدين. ما تضيعونا هذه المساعده هذه اللي جاونا حنا، الله يكثر خيركم وعز الملك فين مشات، حنا بغينا حقنا تكرفسنا. الله يرحم الوالدين. خويا راه طلبونا خويا باش نجيبوا الحاله المدنيه، راه من نهار الاربعاء وحنايا خويا هنا تنعسوا ليل ونهار. طلبونا باش نجيبوا الحاله المدنيه نهار ثاني عيد، ها حنا جبناه الحاله المدنيه، ها هي تتشوف فيها، ها هي جبناها الحاله المدنيه ديال الوليدات، ها هي الحاله المدنيه، ها هي جبناها. ودابا راه حنا باقيين تنعينوا من نهار الاربعاء وحنا تنعسوا برا، راه ما تمشينا للسته ديال الصباح تمشي من هنايا. والناس هنا بزاف ديال الناس اللي تينعسوا بوليداتهم وداكشي وتيستناو داك الخير اللي جانا هنايا، هما راه شدونا نصبونا على هادشي وداو علينا. قالوا لنا جيبوا الحاله المدنيه نهار ثاني عيد، حنا ملي جبناها دابا هما عاوتاني ما بانوا عندنا ما حتى شي حاجه. والله يرحم الوالدين وعسى الملك، عسى الملك، عسى الملك. العيد حنا هنايا، انا الوالده، الوالده مريضه بزاف، انا اللي مريض. نهار العيد حنا هنايا، دار لي كف الكارت تيضحك علينا، دايما تيضحك علينا.